هنعمل دلوقتي رز بالجمبري، هنعمله بطريقه حلوه قوي، ممكن تكون مختلفه شويه بس طعمه بقى جميل جدا. يلا بينا نشوف المقادير ونشوف هنعمله ازاي. عندنا كيلو جمبري متقشر ومتنضف كويس جدا، طبعا بنشيل السلسله اللي هي في الظهر دي اللي بيبقى فيها الرمله. عندي كوبايتين رز بسمتي، ممكن تستخدمي رز بلدي مفيش مشكله، يكون منقوع نص ساعه. عندي 2 فلفل الوان مكعبات، احمر بقى واخضر واصفر، جزره مبشوره، كوبايه طماطم مكعبات، وبصله كبيره متقطعه مكعبات، معلقه صغيره من الثوم المفروم، مكعب مرقه خضار، رشه سكر، نص معلقه صغيره من البابريكا، ونص معلقه صغيره من الكمون، نص معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، ملح وفلفل اسود. وعلشان نزين طبق الرز هنزينه بشبت مفروم. تمام، على النار عندي حاطه الحله تسخن. تمام، هنروح لها كده ونحط فيها شويه زيت. ولما الزيت يسخن، تمام، هي الحله عشان سخنه فالزيت سخن على طول، هنحط الرز. لازم يكون متصفي كويس، ثواني اصفيه بس من الميه اللي فيه. تمام، متصفي كويس عشان يتشوح معايا بسرعة. تمام، ومعانا رودينا. أهلا رودينا. أهلا يا شيخ، أنا بحبك قوي وبتفرج على كل بلون على طول حبيبتي. يا رودينا بحب أكلتك جدا. ميرسي يا روحي. أنت عندك كام سنة بقى؟ أنا عندي 13 سنة. ما شاء الله، إحنا أنسات بقى كبار. طب بنعمل حاجة في المطبخ؟ لا، بعمل كده مساعد مامتي في البيت. الإيه؟ بعمل طبعا بطبخ في المطبخ. شطوره شطوره ما شاء الله. ايوه كده لازم طبعا. ربنا يبارك لك يا حبيبه قلبي ويبارك لماما فيكي. ليكي اي سؤال يا رودينا؟ انا بس انا عايزه اعرف طريقه عمل الكريب. حاضر يا روان، من فضلك نزلي طريقه الكريب. ماشي يا روحي، ميرسي لاتصالك يا رودينا. خلاص حطينا الرز كله، بقول متصفي علشان ما ننزلش ميته عشان يتشوح معانا كده بسرعه. تمام، هو بيتشوح احط له بس الملح بتاعه. تمام، ونخلي بالنا عشان في مكعب مرقه هنضيفه كمان. تمام، هنا ده رز ابيض صرف ما فيهوش اي حاجه، سواء هتستخدمي رز بلدي او رز بسمتي اللي عندك او اللي انت بتحبيه. تمام، وهنشوحه كويس. وعندنا كمان طاسه على النار. معانا مين؟ اهلا نيره، ازيك يا نيره، عامله ايه؟ الحمد لله. اخبارك؟ الحمد لله كويس. الحمد لله يا حبيبتي، منوراني. عايزه طريقه الدونات. الدونات؟ اه حاضر. يلا يا روان، عندك كمان الدونات. حاضر يا حبيبتي، ميرسي لاتصالك. الطاسه عندي على النار سخنه، وعندي بصل وعندي ثوم، وهنحط البصل كده يتشوح. تمام، هيتبل بس، مش محتاجه ان انا اديله لون غامق، عايزه الصوص يبقى لونه حلو. تمام، وننزل عليه بقى بالثوم. وايدينا في الرز ما ننساهوش احنا بنشوحه، خاصة في الرز المصري علشان ما يعجنش معاكي، لازم التشويحة دي ضروري جدا. تمام، عشان يطلع معاكي مفلفل زي ما بنقول وما يعجنش، شوحيه كويس قوي في المادة الدهنية. خلاص كده الثوم والبصل، هنزل بالجزر. فاضل معانا الطماطم والفلفل والجمبري. ادي الفلفل، وتنوع الالوان ده بيبقى لذيذ جدا في الشكل والطعم. والطماطم كمان،
يبقى حطينا كل الخضار بتاعنا بعد ما شوحنا البصل وبعديه الثوم. تمام. وهننزل بقى الجمبري بتاعنا ومش هنطول عليه على النار. الجمبري من الحاجات اللي ما بتاخدش وقت، ولو خدت وقت كتير على النار بتجلد وتبقى ليها طعم مش حلو، تمام، او طعمه ما بيظهرش. وادي الرز بتاعنا زي الفل اتشوح خلاص. هحط له معيار الميه بتاعته علشان يستوي، ولازم الميه طبعا تكون سخنه زي ما اتفقنا قبل كده، وده افضل بيديكي نتيجه حلوه قوي للرز. الرز البلدي المصري بتاعنا بياخد لكوبايه الرز كوبايه ميه، والبسمتي بياخد كوبايتين ميه لكوبايه الرز. تمام اهو. احنا حاطين الملح وحاطين مكعب مرقه خضار. تمام، المقدار كده حلو جدا، محتاج حاجه بسيطه. وهنغطي عليه ونسيبه يغلي، وكالعاده لما يغلي ويتشرب هنهدي عليه النار ونسيبه بقى يستوي براحته. هنا الجمبري بتاعنا شغال اهو، ومعانا مدام ساميه. اهلا مدام ساميه. ايوه 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 اتفضلي. الو ايوه يا حبيبتي. لو سمحتي عايزه اعرف الخطه بتاع طريقه البريوش. البريوش، حاضر حاضر يا مدام ساميه، نورتيني يا قلبي باتصالك. بصوا هنضيف له بقى هنا في رشه سكر، كزبره ناشفه، بابريكا، كمون. تمام، نحط كل البهارات بتاعتنا والملح اكيد. وهنسيبه بقى يستوي مع الخضار بتاعه ده. تمام خلاص، ننزل الكريب عشان اللي طلبته رودينا طلبته ننزله لها. ماشي، والسمك بتاعنا شغال زي الفل. تمام، شوية وهنرفعه فوق على طول. جاهزة معانا المقادير؟ تمام، تمام، نزلت هي المقادير على الشاشة. كوباية دقيق، معلقة كبيرة نشا، وكوباية لبن، بيضة، ومعلقة كبيرة من الخل، ومعلقة كبيرة زبدة أو زيت، ورشة ملح، ورشة فلفل أسود، ولو هتعمليه كريب حلو هتبقى رشة فانيليا. طريقته سهلة جدا، بتخلطي كل المقادير مع بعض كويس قوي. تمام، وممكن تصفيها لو حسيتي ان فيها شوية تكتلات، تصفيها علشان تديكي نتيجة كويسة. والطاسة بتاعتك لازم تكون سخنة، والقوام لازم يكون إلى حد ما خفيف عشان تقدري توزعيه كويس قوي بالطاسة. تمام يا رودينا، يا رب يكون كتبتي المقادير. تمام، ودي الجمبري بتاعنا زي الفل اهو شغال، ابتدى يخش في السوا. هو بيقعد على النار يعني في حدود 5-6 دقايق وبيديكي نتيجة حلوة، بيكون استوى زي الفل. تمام، شايفين الألوان كمان جميلة قد إيه؟ تمام، والرز بتاعنا ابتدى يغلي اهو، ولما يغلي كويس هنهدي عليه النار خالص ونسيبه بقى يستوي براحته. تمام، مفيش اسهل من كده. ممكن دي لوحدها كده الرز بالجمبري ده يكون وجبة متكاملة، طعمها حلو جدا ولذيذة ومبتاخدش وقت في التسوية خالص. معانا معلومة عن احنا نزلنا بمعلومة السمك. تمام، والجمبري خلاص اوكي. خلاص دقيقتين وهنطفي عليه، هو خلاص كده دخل في السوا والمعلومة معانا على الهوا. تمام ماشي. تمام بقى زي الفل، ههدي بقى عليه النار واسيبه يستوي
مع نفسه بالراحه خالص على نار هاديه. تمام، والجمبري بتاعنا خلاص، بصوا معايا كده، خلاص الجمبريه لفت وخدت شكل التسويه بتاعتها ولونها جميل جدا. هنطلع فاصل صغير ونرجع نشوف هنعمل ايه مع بعض ونركب طبق الرز بتاعنا ازاي. فاصل صغير خالص، اوعوا تروحوا في اي حته، مستنيكم. والجمبري كمان استوى، تمام اهو. احنا كده في انتظار الرز يكمل سواه علشان نبتدي نقدم الطبق. استوى وبقى زي الفل، شايفين فلفل وحلو قوي، ونقدمه بقى. نزق ده شويه، بسم الله. ادي الرز، هو الرز كمان طعمه حلو جدا. وادي الجمبري اللي احنا عملناه بالصوص اللي فيه، هننزله كده فوق الرز. ومعانا مدام هيام، اهلا وسهلا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ اهلا وسهلا يا ست الستات. اهلا الله يسلمك يا روحي، ميرسي. ربنا يكرمك يا حبيبتي ويكرمك يا قلبي. تسلمي وتعيشي يا روح قلبي. ايه الجمال والابداع ده والابتكار. حبيبتي والله، تسلمي لي، كلك ذوق والله. لا ربنا يخليك يا حبيبتي، ودايما كده منوره بشياكتك ما شاء الله. تسلمي يا روحي، تسلمي والله وتعيشي. ربنا يخليك. الله يخليك. انا بشكر كل القائمين على القناه، وبشكر روان، وبشكر حبيبتي، بصراحه نورتي القناه يا حبيبتي. ميرسي يا روح قلبي، كلك ذوق والله، من ذوقك. تسلمي لي يا قلبي. الله يخليكي، ميرسي يا مدام هيام والله. الله يكرمك، ربنا يخليكي، مش احلى من ذوقك ولا اخلاقك العاليه. حبيبه قلبي، كلك ذوق، كلك ذوق والله. ربنا يكرمك، ربنا يخليكي. الله يخليكي. ربنا يكرمك. أي تفضل منك. يعني بصراحة أنا فخورة بيكي، عايزة أعرف كنت بتعاملي ولادك الصغننة وحياتك، ويعني أنا طمعانة في حاجات جميلة فيكي. حاضر حاضر يا مدام هيا، منورتيني.